يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف الجمع بين قوله سبحانه وتعالى وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، وقوله سبحانه إنهم كانوا لا يرجون حسابا، مع قوله تعالى ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى؟ فهل الكفار متفقون على إنكار البعث؟ لا، المشركون ليسوا متفقين على إنكار البعث، منهم من ينكر البعث مقتديا بالفلاسفة، ومنهم من يؤمن بالبعث لكنهم يشركوا بالله عز وجل، يؤمن بالبعث والجنة والنار لكنه يشرك بالله عز وجل، فلا ينفعه إيمانه ما دام يشرك. نعم.